عليكم السلام ممتاز. دكتور. جاهزين ان شاء الله ناخذ محاضره سريعه حول البرايمري سيرفي ان اي تي ال اس بروتوكول. What does it mean and what will you should do in it. لاكو بعد عدد بالانتظار، ما شاء الله عددكم كلش قوي مشجع. في دكتور هسه 40 طالب حاضرين. زين. بلش. بلش دكتور. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ان اي تي ال اس، اكو احد يقدر يفهمني شنو معنى كلمه اي تي ال اس؟ يعني وات داز ات مين؟ صعبه؟ ادفانس تروما لايف سبورت. ممتاز. ادفانس تروما لايف سبورت. This is mean that when you are dealing with the patient severely injured or multiply injured or multiple trauma patients, you will should do a certain protocol and a certain steps that you should do it by a certain sequences. يعني اكو فد سيكونس معين multiply injured او اصابه محدده ولكن مجموعه اشخاص. بهالحاله حتى لا نهرع ولا ننخبص ولا نظل بفد خلينا نقول بانيك اتاك وما نعرف شو نسوي، شافت بعض الجمعيات وبعض الدول وبعض الاشخاص انه التعامل في سيستماتيك واي ويا هيك مجموعه من الاصابات يكون بيها السيكونسز الخطوات مال التعامل بشكل معين بحيث ما تصير عندنا لوس للكريتيكلي ال بيشنتس. المرضى اللي يجون مصابين مثلا يجي مريض يصيح اللي هو عنده كسر بايده، اظل مخبوص بوعف المريض الساكت اللي هو عنده خلينا نقول هيد تروما وده يصير اون جوينج اسبريشن اوف بلاد. هذا المريض اللي مكسوره ايده ممكن يبقى ساعه بدون علاج ما بي مشكله، ولكن هذا اللي عنده اصابه براسه ولده يصير اسبريشن نيمونيا عنده منايتس، هذا ممكن خلال دقائق يروح، يعني اي مايلوس هيم. فارتأت هذه المنظمات التوصل الى فد كومن لانجويج اللي احنا نسميها شلون لغه التخاطب بين الاصم والابكم، لغه التخاطب مالتهم عالميه، اي شخص ابكم ممكن في اي مكان بالعالم يحكي ويا شخص ثاني بالاشارات يفتهمه. فكذلك لغه التعامل ويا التروما بيشنتس، ات از ا كومن لانجويج dealing with trauma injured patients. So, as a definition of a trauma life support, it is a management of patients with severely injured category in a systematic way that lead to decrease the loss of these patients in ongoing practice. الخطوات اللي تصير بالادفانس تروما لايف سبورت هي اولا preparation. العفو دكتور. نعم بس السلايدات واقفه بدي اتحرك بهن بعدني مدى احرك انا ان شاء الله من نيكست سلايد اي حتى ابدي احرك. تمام دكتور. بدايه الادفانس تروما لايف سبورت تحتاج الى تحضير للمركز اللي يستقبل التروما بيشنتس. التحضير الاول اللي هو نسميه احنا preparation، شلون نحضر المكان. الـ preparation بي 2 steps، بي الـ pre-hospital والـ in-hospital. الـ pre-hospital يعني لما يصير عندي announcement عن طريق دائرة الصحة عن طريق الفد منظمات معينة انه يا ناس يا عالم صار اصابة او مجموعة injured patient، حادث، غرق، انفجار، حريق، انهيار، فيضان، اي شيء صار في مكان معين وسوف يتم جلب الإصابات من ذلك المكان. بهالحالة هاي يسموها pre hospital phase، قبل ما توصل الإصابات إلى المستشفى. بهالحالة أنت إذا طبيب قاعد بالطوارئ أو أنت موجود في داخل مركز صحي أو مستشفى أو بناية محددة للإسعافات الأولية، you should do pre hospital setting، لازم تسوي التحضير قبل ما توصل الإصابات اللي هي تحضر الكانيولات، تحضر البيرسونيل، تحضر البانديج، تحضر الأشياء اللي تستعملها بالإسعافات الأولية، الخيوط، البلاستر أوف باريس، الجبسونات، غير شيء، كلها يتم تحضيرها قبل ما يوصل المصابين.
كذلك التواصل مع المراكز الثانويه، اذا انت قاعد في مركز صحي اولي لازم تحتاج انه تتعامل ويا مستشفى وتعطيهم اناونسمنت انه يا ترى صار عندنا انفجار معين في مكان قريب علينا وراح توصلنا الاصابات، واحنا امكانيه التعامل مع هاي الاصابات محدوده، فراح بس نسوي ستيبلايزيشن بعدين ندز المريض لكم. يصير عندهم اناونسمنت يحضرون نفسهم، وحده السير على مدرس عافات الاوليه غير شيء، الامكانيه توسيع الطوارئ للاستقبال الجراحي، هذا واحد. بعد ايش يصير عندي؟ يصير عندي الان هوسبيتال فيس، من توصل الحالات للمستشفى انا اوزعهم حسب الترايج. الترايج يعني شنو؟ الترايجنج معناتها سورتنج، تصنيف، اصنف المرضى الى حالات، وهي مثل ما شفناها اما على شكل ليبلز او على شكل كتابات او على شكل خيوط او على شكل اقراص اخليها ويا المريض، او كارتات اربطها بالمريض تحدد لي الوان الاصابات. الالوان طبعا هي اما الديت اللي هو البلاك، الارجنتس اللي هو الريد اللي هو لازم خلال within minutes I should deal with them. اذا عندهم مثلا respiratory chest problem او severely injured and severe bleeding, the patient is unconscious, او اذا كان عندي yellow اللي هو يسموه not urgent or immediate اللي يسموها delayed اللي هذول جماعة fractures او something او laparotomies، والاخر واحد اللي هو yellow اللي هو نقدر نسميها ليت اللي اقدر بعد مده اتعامل وياه اللي جماعه السمبل فراكشرز اند ابريجن اند سمثينج. سوينا ترايجنج، راح ابدي بايش ورا ترايجنج؟ برايمري سيرفي. شنو معنى برايمري سيرفي؟ هسه نكست سلايد، واضح؟ واضح دكتور. واضح. البرايمري سيرفي وين يو ار ريسيفينج مالتيبل تروما بيشنتس مانجمنت يو شود دو ات فيرست the preparation. The preparation, that's one. So after triaging, we will have a primary survey. The primary survey, يعني شنو؟ يعني أني أتابع المريض بخطوات محددة ومعنونة وكون ثابتة على كل المرضى من the most serious injury and most serious trauma and most serious protocol and most serious sequelae إلى less serious one. The most serious اللي هي مثل ما تعرفوها كلكم اللي هي A airway وال B breathing وال C circulation وال D disability وال E exposure. So I have a primary survey with the resuscitation. Usually, كل primary survey يجي وياها resuscitation. وكل secondary survey أيضا يصير وياها resuscitation. فالresuscitation موجود باثنيناتهم. لأنه أنا أشيك الايرواي لازم I make it patent. يعني مو مجرد لقيت الايرواي مقفولة أي هسه الايرواي مقفولة خلي أروح على breathing. لا. I should manage it. ففي نفس اللحظة primary survey and resuscitation. Followed by what? Followed by adjuncts. After I finish the primary survey, I should do adjuncts. The adjuncts هي الإضافات اللي أنا ما أحتاج أسويها immediately، ولكن أحتاج أسويها ورا ما أكمل primary survey. يعني أنا مو أخلي للمريض NG وأنا بعدني ما مشيك breathing. أنا مو أخلي له Foley catheter وأنا بعدني ما مشيك circulation. This is a problem. So I should do it in a systematic and in a certain sequences. ورا ما أكمل primary survey and resuscitation and adjuncts, I should do evaluation. من كملت, I should finish it only when I have a stable patient. لما يكون عندي المريض حالته مستقرة. يلا أعبر على اليمن على secondary survey. The primary survey هي شنو؟ هي the most serious injuries. اللي هي شنو هي the most serious injuries؟ يعني وين أنا شو تأثر علي؟ من عنده إجابة؟ يعني على ABC قصدك غير دكتور الإيرواي ممتاز. spinal cord cervical
a airway and cervical spine. Okay. So that means I have a most serious injuries, اللي هي life threatening injuries. إذا انعافت بدون management, we may lose the patient. هذا هي the primary survey. When I finish it, شو وقت finishing؟ لما يكون عندي vital sign stable, patient is not in a critical station. أعبر على secondary survey. السكندري سيرفي انا افحص بها الاصابع، الايد، الرجل، الماكسيلوفيشال انجريز، اي انجري، وهكذا. ايضا تحتاج اجنتس افتر ايفالويشن. ورا ما كملت برايمري سيرفي وسكندري سيرفي، ذاك الوقت يصير عندي القرار، يا اما ديفينيتيف كير اذا كانت اني في مدرسه او في مركز او في مكان يأهلني إلى أن أقوم بالديفينيتيف كير، يعني في مستشفى بها فاسيليتيز، عندي تيم جراحي شغال، سواء جنرال، فاسكولار، أورثو، يورو، نيورو، I will do it. If I have no facility, I should do either definitive care if I have, or if I don't have, I should do re-evaluation and thinking of referral. أسوي للpatient transfer referral، أحوله ورا ما يصير stable يمي. أنا مو أنا مستشفى في طرف أو قضاء أو مكان بعيد، أنا أحول المريض بدون ما أسوي للprimary survey والsecondary survey. This is a fatal mistake and we may lose the patient. يعني أنا مو عنده bleeding أقول له إيه والله أنا ما عندي نيورو، روح إلى مركز بنيورو، هو بالطريق يموت. This is fatal. I should do resuscitation. I should stabilize the patient. Then I think of transfer. So what is a quick, simple way to assess the patients in 10 seconds? I'm an agent patients. I should do my primary survey in a rapid, systematic way. How can I get an assessment in 10 seconds? By two simple questions. Ask the patient his or her name and ask the patient what's happened. شنو فائدة هذني السؤالين؟ اكو احد عنده معلومة شي قاري؟ هو اذا قدر يجاوب معناها الايرواي والبريذنج وبشكل عام السيركوليشن يعني ما بيها شي، فنقدر نحصل ممتاز يعني ممتاز جدا. So that mean if he can answer me what is his name, which is the most a frequent question and it can be answered unconsciously. So that means he can understand and he can listen to my question. He can answer my question. He have or he has, sorry, the ability to answer, to move his breathing and to give me an answer. And he is knowing what is answered. يعرف وش راح يجاوبني. So his airway, the breathing, and circulation is well. Well, I'm asking the patients what happened. So that means that is in need for memorization. So that means that he has a mental status is good. So he has not disability. And if he do it well, we can do an environmental control and knowing what happened inside his environment. So only these two questions are sufficient to give an idea about the patient's severity of illness. No, but make the job due to pain. Make the job due to poor brain perfusion. No, but make the job due to improper articulation and expression problem. In ATLS, principles, as we said, A for airway and cervical spine, B for breathing and ventilation, C for circulation and hemorrhagic control, and usually the abdomen problem, D for disability and the neurological status, E for exposure of the patients and environmental control above the patients. That means I should control the patient's condition and environment and not expose him to heat or to cold while I expose all my patients
part to be known on all the available and all the presented injuries and where they are located, whether in the front or in the back or in the limbs or in the sole or everywhere, and I should know them correctly. Is it clear? واضح كلامي؟ واضح دكتور. ممتاز. First one, airway and C-spine stability. So that means if there is a vocal response from a patient, جاوبني okay الأمور. The airway cannot be immediately compromised. The airway دائما تكون patent مفتوحة. يعني ما راح ألاقي مشكلة بإنه يجيني مريض والأيرواي ما تبلوكت لأنه ما يتحمل within minutes. إذا 3 minutes بدون airway يعني will pass. So I should assess my patient airway if it is unstable. إذا جاني fracture mandible, إذا جاني fracture cervical spine, إذا جاني overextended or hyperflexed area, راح ألقى مشكلة عنده وبهذاك الوقت I should manage it. So I should assess. ما عندي مثلا نوبات هذول يصير عندهم tongue injury ويصير عندهم deglutition of his tongue وراح يصير عنده مشكلة. لازم أشوف أسوي assessment للتانك. denture إذا عنده سنون اصطناعية إضافية نخلي هي ممكن إنه يبلعها ويختنق بيها. trap بصخ تعبلة طين حصو شظايا أي شيء بحلقة وبخشمة I should check it and this is the airway for checking of airway. إذا كلهن patent والمريض ما يقدر يأخذ لأسباب أخرى I should do my additional maneuvers اللي هي شنية chin lift والجو ثرست او مجرد الجو ثرست او البيتنت ايرويز مثل النيزو فارنجيال ايروي اذا ما قدرت اسوي الباقيات او ما فادني او الاوروتراكيال ايروي او اذرز وانا ما اسوي then if I'm not well I should go for another assessment so ensure cervical spine mobilization clear the mouth jaw thrust and the glasgow coma scale اذا اقل من 8 The patient is in need for definitive airway. Other need types of respiratory support. هذه اللي يسموها bag mask. اللي هي mask. Oxygen mask with bag. يسموه bag mask. هذه jaw thrust. من ال angle of mandible. And pulling it forward. And chin with cervical spine stabilization. هذه ال endotracheal tubes. هذه منظرها يسموها كافت تيوب وياها كف وهذا المنظر اللي يصير بالفيديو اسيستد لارينجوسكوب This is a laryngoscope with a camera يراويني اياه وهذا التيب مالت الاندوتراكيال تيوب اللي هو هذا الجزء I introduce it through the mouth to reach that area اللي هي هذه اللي يسموها لسان المزمار epiglottis I should control it by the laryngoscope and move it upward حتى تفتح لي ال airway passages حتى اخلي التيوب inside the airway and inflate the cuff to prevent any swallowing and any aspiration of any particles. The other step and the less serious step بعد ال airway هي ال ventilation and breathing. يعني شنو هو اللي اشيكه لازم بالحالة؟ chest. I should assess the chest if there is any obvious injuries واضحة بالchest open traumas open wound suction wound three-way valve wound detached and damaged vertebra اللي هي مثل ايش يا اصابات للربز اللي تكون عندي compromised breathing حسب معلوماتكم وقراءاتكم بال fracture ايش fracture للرب how many ribs and which ribs بالثوراسك اللي تكون تاثر على breathing اللي هي serious single rib fracture two rib fracture multiple okay ويمكن second danger okay and if it is multiple ribs يعني مثلا three ribs in one side is it serious so it is not serious
which injury is the most serious one in the rib fractures? We call it more than one rib fracture and more than one side. كل rib يصير بها الفراكتشر من أكثر من مكان وأكثر من rib. هاي الحالة شو يسموها؟ إذا flail chest. Excellent. It is known as a flail chest and as a Steuben chest. الفرق بيناتهم إذا عندي three ribs or two ribs fracture from more than one side, the flail chest movement يسموها اللي تتحرك بها الribs, we call it paradoxical movement of the ribs. من البيشنت يسوي negative pressure, the flail segment تطب لي جوا. بعد ما تقدر تسحب هواء. من تسوي expansion of the chest and expiratory flow, هاي السيجمنت تطلع لي برا. بتخربط علينا الشغل. For this segment, if it is more than two and three ribs, more than one side, it may cause insufficient breathing movement. So it needs a breathing support. هذه واحدة. ثانية بالعكس منها الـ Steuben chest اللي هي part من الـ segment من الـ ribs embedded in the parenchyma of the lung. So we call it Steuben chest. ما يتحرك. And very painful طبعا by the way. هاي الإصابات مشكلة. بعد شو سوي؟ أشيك الـ skin in the thoracic region. If it has a crepitus, that means what? I have emphysema. ممتاز. A subcutaneous surgical emphysema. So that means I have subcutaneous leakage of air. This means I have a bronchopulmonary fistula and communication. أكو فد fistula صايرة بين البرونكس وبين البلورال سبيس. So that I have physema. هذا examination of chest. شلون تبين عندي إذا patient cannot move his lung and his chest for breathing and I should support. How can I support? Either by analgesia, by endotracheal intubation, or if I have a condition that's known as pneumothorax or hemothorax or hydrothorax or any fluid or material in the pleural cavity and the thoracic cavity that may impair the movements of the chest for breathing, I should do a drainage procedure for that material. شو اسمه الانسترومنت اللي نستعمله for drainage of thoracic problem? Chest tube. Excellent. Tube thoracostomy, we call it chest tube. A chest tube should be, it has certain criteria, يختلف عن الدرين الاعتيادي, انه it should have a communicating bottle. هاي البطل شنو بيها؟ Fluid. دكتور فلويد. ممتاز. It should contain fluid like water or something. ويغطي التب مال الكانولا اللي تدخل inside أو الانر تيوب حتى لا يصير suction of air وبالتالي تصير inefficient drainage procedure. So I should give 100% oxygen, inspect and percussion auscultate, tension hemothorax and something, insert chest drain for hemothorax and others. A life-threatening condition, a laryngotracheal injury. نعم جواب. سارح عفو سؤال. بخصوص الانالجيسي لو شنو؟ يعني انت usually you should be away from that opioid because it may have a هو هذا سؤالي انه هي مو هي تسوي اصلا respiratory suppression ممكن؟ Yes, but in high doses, not in a minute doses. ولهذا the drug of choice هو الpethidine and fentanyl and morphine. But it should be in low dose. حتى تشيك وراها إذا it is efficient for analgesia, I cannot increase it more in order not to cause a respiratory suppression. بس هي the fastest and the most effective. تمام دكتور شكرا. ممتاز بالتوفيق. اللي أنا قلت لك tension pneumothorax one of the breathing emergency. Tension pneumothorax شنو دي يصير؟ The air is trapped from outside during inspiration and it does not get out during expiration. ما يطلع. بس مجرد يدخل الهواء بس ما يطلع.
It will build up a tension pneumothorax. It will build up pressure inside the chest, and it needs, and it will increase it more and more, that causing a pressure over the lung, normal lung site, and also on the heart. So it is one of the surgical emergencies. مثل هيك نوع ما يتحمل من المرضى حتى وان الدزة ما يتحمل اصلا يروح الدزة للاكسراي ديبارتمنت. If you have an index of suspicion, you should do either percutaneous thoracostomy, يعني تسوي له needle thoracostomy, wide bore needle, او تسحب من عنده بسرنجة, او تخلي له chest tube prophylactic, لان هذا احتمال من يروح ويرجع لبرشر صاعد ساد اللنج, مسوي برشر على الهارت, and it may block the cardiopulmonary circulation and you may lose your patients. So it is one of the serious chest problem is attention pneumothorax, flared chest and stooping chest and others. هذا دكتور عفوا. نعم. ال وايد بور نيدل بيها سايت انسيرشن يوجوالي, طبعا هو the most and unwanted site, هو second intercostal space anterior axillary line or a midclavicular line. But شافوا انه نختار fixed line اللي هو the fourth intercostal space on the anterior axillary line for a hydrothorax and pneumothorax and tension pneumothorax يكون fixed, حتى لا بعدين تحير انه هذا هيمولو نيموثوركس, انا اخلي chest tube لو اخلي tube thoracostomy needle thoracostomy. فنختار عادة ال anterior axillary line fourth intercostal space sufficient. تمام دكتور ممتاز. هذه الشرح للميكانيزم of tension pneumothorax. هنا أنا عندي suction wound يسحب ال air from outside during inspiration and trap it, ما يطلع لي برا مرتين وثلاثة وأربعة more cycles, راح يؤدي إلى compression over the lung on the affected side, and it will push all the lung and heart segment to the other side. شوفون الheart is shown pushed to the other side, and شوفون the lung is pushed, and this one is compressed. So it's need a decompression حتى ترجع الأمور إلى طبيعتها. Circulation, اللي هو the third most serious injury and is less important than airway and breathing. It is a circulation, and the most common site of that collection is in the abdomen. لأنه chest ما يتحمل رأسا يصير breathing, والhead ما يتحمل رأسا يصير deranged consciousness, والabdomen هي the most excitable site and the most common. شلون نشيك circulation problem by color, pale or not, pulse, blood pressure, and oxygen saturation. And the most precise way is a central venous pressure measurements, اللي هي ما موجودة عندنا available in, يعني in easily accessible way. فنشيك بهذا الباقيات. Secure your management when you have a serious loss. You should secure two large bore cannulae, and you should take blood for cross matching, and sugar and pregnancy test for females, and commence fluid resuscitation. Resuscitation لازم يدي بالبداية crystalloid, بعدين convert to colloid, and examine for evidence of blood loss and treat accordingly. إذا ما لقينا obvious bleeding ناخذ هاي الرول مال blood. If it is not shown or blood is not on the ground, it should have a four sites. اللي هي شنية الشيست الابدمن البلفيس and extremities, especially the lower limb. هسه نجي عليها. Blood on the floor يعني obvious bleeding if it is not present, and four, you should suspect four sites, chest and abdomen and pelvis and long bones. If the patient is shocked and you cannot discover an obvious bleeding site, you should expect to have a bleeding in these four sites. Disability and dysfunction, it means a neurological evaluation, like a Glasgow Coma Scale, pupillary responses, spine examination and alignment. How can you assess spine alignment?
and examination. لازم ما تفر المريض براحتك. You should do a log rolling. Log rolling يعني يوقفون ثلاث أشخاص على جانب المريض وإيديناتهم متشابكة بإيد بعض ويفرون المريض فرة واحدة وكأنه المريض نايم على بورد. ويجي شخص رابع طبيب رابع يباوع السباين. Whether it has certain defect, whether it has a problem in the spine, in the skin, deformity, we should return it back and make him on a board, اللي هي الهارد بورد, أو we call it spiky or something, اللي تصير هارد بحيث أو جيرني اللي يتمدد عليها المريض ويشدو حتى لا يصير aggressive injury. Exposure, لازم address the patient with the control of environment. يعني مو بالشتاء وبنص العالم إيه يقوم نزع كل هدومه خلينا نشوف خاف عنده إصابة. وإذا المريض يروح من ال thermal injury loss أو بنص الصيف وماكو مكان والإصابات الجو مجطلة بالشيء بالحديقة أو بالدراجات مال المستشفى وتعال خلينا نزع ونشوف درجة الحرارة 50 وإذا هو مصموط المريض وthermal injury وheating. We should do complete exposure with environmental control. Adjunct to the primary survey. ورا ما كملنا ال A وال B وال C وال D وال E كلهن كملناهن وصلحناهن ذاك الوقت أبدي أفكر بالأجنكس اللي هي الإضافات. شنو هي الأجنكس of a primary اللي هي البلد تيست full blood count and urine electrolyte pregnancy test. اثنين المهمات الـ ECG الـ pulse oximeter الـ arterial blood gases الـ Foley catheter الـ nasogastric tube and I should have radiographs of the cervical spine, chest and pelvis. All these sites is very important as an adjunct of the primary survey. And if I found any one of them is defected or is in a problem state, I should repeat my primary survey before I'm going to the secondary survey. يعني مو روح أروح أشيك toe fracture وأنا عندي chest problem. أروح أشيك leg fracture وأنا عند distended abdomen and vital instability. هذه pelvic and chest x-ray showing fractures in the pelvis and you call it a closed book or open book of fractures and I have a collection a pneumothorax in the chest on that side and the tension pneumothorax on that side with the hydro ثوركس هذا صلوات مصنف المريض ما باقي فيه شيء خطيه due to multiple injuries. Also one of the important imaging of a primary survey is a fast and a most important diagnostic tool is a DPL. Fast, it is a focused ultrasonic testing of trauma. اكو مكانات محدده أربع مكانات أخلي بيها البروب مال الألتراساوند اللي هو أما بالإبيغاستريك ريجين to see the pericardial effusion أو right paracolic gutter أو يسموها right colonic أو colic view اللي هو شوف الهيباتو رينال ريسس أو left paracolic اللي هو شوف السبلينو رينال ريسس أو السوبرا بيوبيك حتى يشوف البلفيك ريسس fluid collection. هذا طلع ورا من؟ طلع ورا DPL اللي هو diagnostic peritoneal lavage اللي هو a little bit more invasive and more painful and you should do it well. وهسه صار obsolete because of use of fast but we should know what is DPL اللي هو what is maneuver by inserting an infraumbilical incision واخلي catheter اما يطلع لي blood وانا اعتبره positive او ادفع fluid وارجع اسحبها مثل نورمال سنه ارجع اسحبها وديز فور انفستيجيشن اناليسيس اللي هو يطلع لي ار بي سي هاي وايت بي سي هاي بايل اور سمثينج.
and thank you. لحد الآن أكو أحد عنده